اليوم تشرفنا كتلة عراق النهضة والسلام برئاسة الشيخ نواف سعود زيد الباشا بزيارة قناة الموصلية الرائعة وشكرنا مديرها العام الأستاذ غازي الفيصل لجهودها المتميزة في نقل الحقائق وجهودها المتميزة في نشر الإعلام الموصلي على مستوى العراق والعالم عامة نحن سنسعى لدعم قناة الموصلية دائما سنكون أول الناس ال الذين ندعم قناة الموصلية ككتلة عراق النهضة والسلام يشكر رئيس كتلة العراق النهضة والسلام الشيخ نواف سعود الباشا قناة الموصلية على أداهم المتميز